بمناسبة عيد الاستقلال أتقدم من كل قلبي للشعب الجزائري الحبيب بأطيب التمنيات والتهاني. هذا الاستقلال الكبير الذي قدم دروسا لكل شعوب الأرض عن أهمية التضحية وإلى أي درجة يمكن للإنسان أن يضحي بالغالي والرخيص في سبيل حرية وطنه. استقلال الجزائر استقلال له معاني كبيرة ودلالات كبيرة، ليس فقط بالنسبة لأخواننا بالجزائر، ولكن أعتقد بالنسبة لكل إنسان عربي مخلص وشريف. بدي أقول كمان اليوم شكرا للجزائر، شكرا على مواقفها النبيلة تجاه كل القضايا العربية العادلة، تحديدا قضية فلسطين وتحديدا ما يحدث اليوم في سوريا. موقف الجزائر مع سوريا موقف كبير، ودعم للشعب السوري في هذه المحنة الإنسانية التي يمر بها هي دعم كبير وإنساني ولا ينسى. نتمنى للجزائر مستقبل رائع، نتمنى للإخوان بالجزائر المزيد من النجاح والتطور، وبارك الله فيكم.